الكهف ده انا وانت وكل الناس يعرفوه، وصلت كهف اصحاب الكهف. يلا ندخل اقول لكم التفاصيل واحكي لكم كل الحكايه، يلا بينا. ازاي عاشوا 309 سنه نايمين من غير الارض ما تاكل اجسادهم؟ شايفين اللي جوه دي الجماجم والعظام؟ ايه هي الادله اللي تقول لي ان الكهف ده هو الكهف الحقيقي؟ دلوقتي بقى ركزوا معايا عشان اوريكم كل شيء تفصيل حاجات اللي محدش صورها قبل كده، لان معظم الناس صورها داخل الكهف فقط، فانا عايز اصور لكم كل حاجه. اولا المنطقه بتاعه الكهف مش في جبل او بعيد عن المدينه، لكن هي في قلب المدينه عادي، 35 دقيقه من عمان بتوصل هنا. المنطقه دي اسمها منطقه الرقيم، هنا في باركينج يعني مكان مجهز وكل شيء، وبعد كده بنتحرك بندخل جوه الى الكهف نفسه، فهنعيش كل حاجه مع بعض. السلام عليكم، كيف الحال حبيبي؟ شيخنا ايه الاخبار، عامل ايه؟ انا عايزكم تعيشوا معايا القصه بالتفصيل وتستشعروا مشاعر الفتيه الذين امنوا بربهم والله سبحانه وتعالى زادهم هدى. هربوا من بطش الملك وماشيين قبل الملك ما يجي يقتلهم، سابوا كل شيء وراهم، سابوا الاملاك، سابوا الاموال، سابوا كل شيء وهربوا، ومعاهم كائن هو رمز الوفاء، معاهم كلبهم. سابوا كل شيء وراهم لله ولنصر الدين الله وحفاظا على دينهم، ولجأوا الى الكهف. انا عايزك دلوقتي تتخيل معايا الفتيه بيهربوا ويبصوا وراهم، الملك وراهم مش وراهم، عايزين يقتلوهم، سابوا كل شيء وتركوا كل شيء ووصلوا الى الكهف. دخلوا الكهف تعبانين محبطين محتارين وتايهين ومش عارفين يعملوا ايه، سابوا كل حاجه في حياتهم تماما ودخلوا الكهف يأووا اليه. اذ اوى الفتيه الى الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دخل الفتية إلى الكهف، ممكن نحس إن هم خايفين، تركوا كل شيء وبيهربوا من الموت والملك بيطاردهم علشان يقتلهم، ولكن الفتية دول توكلوا على الله حق توكله وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى، فكانوا عندهم ثقة واطمئنان ومتوكلين على الله. دخلوا الكهف ودعوا ربنا يهيئ لهم من أمرهم رشدا. وصلوا تعبانين وقالوا نريح شوية، قعدوا على الأرض وناموا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما نايمين على وضعهم ده، وهحكي لكم ازاي ناموا عدد السنين الطويل ده كله، ولكن عدى عليهم 309 سنة. وبعدين ايه اللي حصل؟ ثم بعثناهم ليعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. طلع واحد منهم بورقه، بورقكم مش بورق يعني، ولكن الورق هو الفضة، فعندهم عملات معدنية من الفضة ودي كانت فلوسهم زمان. فخرج من الكهف وراح السوق، لما خرج وراح السوق لقى الدنيا تبدلت، كل شيء بقى مختلف والمباني مختلفة والناس مختلفين، ولقى الناس بقوا مؤمنين بالله عز وجل وتركوا عبادة الأوثان اللي أصلا هم هربوا من قومهم ومن الملك الظالم اللي كان عليهم، لأن القوم والملك كانوا بيعبدوا الأوثان وهم كانوا مؤمنين موحدين بالله عز وجل. المهم راحوا إلى السوق فبيشتري، فطلع الفلوس اللي معاه، ولكن لما عطى الفلوس للبائع فالبائع قال له ايه ده، الفلوس دي مش بتاعت الزمن ده، الفلوس دي قديمه، ده كن اشركني فيه يعني خلينا نتقسمه يعني. فقال له يعني ايه الكلام ده، وتنازعوا بينهم من بعض شويه، اختلفوا، فراحوا الى الحاكم ليحكم بينهم اللي هو حاكم المدينه وقتها. الحاكم كان عنده خبر والناس عندهم خبر ان كان في فتيه مؤمنين بالله في زمن عباده الاوثان، والفتيه دول اووا الى كهف ما في جبل ما، ولكن محدش كان يقدر يقرب عليهم لان ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم هيبه عظيمه. في القران بيقول لك لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فما كانش حد يقدر يدخل عليهم، ربنا نزل عليهم هيبه عظيمه ويلقي في قلوب اي حد يقرب منهم رعب شديد، فما حدش كان يقدر يدخل عليهم حتى اللي يعرف مكانهم. فالملك قال له لا انت ممكن تكون كذاب، ممكن تكون مش صادق معايا، وريني. قال له تعالى معايا الى الكهف. ورجع صاحبنا الى الكهف ومعاه الملك وبعض الناس اللي عايزين يشوفوا الحكايه دي هتنهي لايه وهتوصل لايه، ولكن طلب منهم ان هو يدخل الكهف لوحده الاول يخبر اصحابه وهم ينتظروه قدام الكهف او عند سفح الجبل اللي فيه الكهف. ولكن اللي حصل ان هو اول ما دخل الكهف وقال لاصحابه القصه واللي حصل معاه في السوق توفاهم الله في لحظتها. لما الملك كان منتظر بره ولقاهم اتاخروا جدا، انتظر اتاخروا انتظر اتاخروا، دخل عليهم الكهف علشان يشوف ايه الحكايه، لقاهم موتى. وبالشكل ده ما وصلهوش الخبر كامل وما وصلهوش القصه كامله. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. اذ يتنازعون بينهم امرهم معناهم ان هم نعمل ايه نعمل ايه مش عارفين نعمل ايه، فقال الذين غلبوا على امرهم يعني اللي فازوا او رأيهم هو اللي أخذ به، قالوا إيه بقى دول؟ لنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا هنا المسجد على
الكهف. في ناس هتقول لي طيب دلوقتي القصه دي كانت قبل سيدنا محمد، هو كان في مساجد قبل سيدنا محمد وقبل الاسلام؟ هقول لكم نعم، مش كان في عندنا المسجد الحرام اللي بناه سيدنا ابراهيم، وعندنا المسجد الاقصى. فالمساجد كان اللي يقصد بها المكان اللي بيسجد فيه لله سبحانه وتعالى الموحدين، والموحدين دول انما دينه عند الله الاسلام. يعني قبل سيدنا محمد كل الرسل اللي جاءوا برساله من ربهم كانوا دينهم هو دين الاسلام، وبيدعوا لعباده الله الواحد الاحد، فكل دول واحد، والعقيده عن الله هي عقيده التوحيد، فكل واحد. فالمسجد هدفه للناس الموحدين بالله ان هم ييجوا هنا يتعبدوا ويسجدوا لله سبحانه وتعالى، وده المسجد الذي اخذ عليهم، وده دليل قوي ان ده هو فعلا الكهف بتاع اصحاب الكهف. وهنا بقى هنيجي لايه الادله اللي تخلي الكهف ده هو فعلا الكهف الحقيقي. انتوا عارفين ان في دول كتير جدا تقول لك احنا عندنا الكهف بتاع اصحاب الكهف، ولكن القول الاكثر رجاحا ان هو ده الكهف الصحيح اللي موجود هنا في الاردن، والادله بالظبط هقولها لكم لان في اكتر من دليل. ولكن اتخذوا عليهم المسجد، يعني بنوا عليهم المسجد، طبعا المسجد قديم جدا فده المتبقي منه، وهنا المحراب لان ده باب الكهف، وباب الكهف كان طالع كده على القبله، فهنا المحراب وده المسجد. فدلوقتي المسجد خلاص من زمان جدا فما بقاش موجود، ده البقايا بتاعته، وده مسجد حديث بني برضو مؤخرا بالقرب من الكهف. اهرب بقى من الشمس وادخل جوه الكهف تاني علشان نتكلم فيه حاجتين مهمين. ازاي عاشوا 309 سنه نايمين من غير الارض ما تاكل اجسادهم؟ وربنا شرح الكلام ده بالتفصيل برضو في القران الكريم. ايه هي الادله اللي تقول لي ان الكهف ده هو الكهف الحقيقي غير المسجد اللي موجود هنا، وغير ان المنطقه دي اسمها الرقيم؟ وفي القران ربنا سبحانه وتعالى بيقول ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اللي هي المنطقة اللي احنا فيها، كانوا من آياتنا عجبا. معناها إيه؟ معناها أنت فكر إن اللي حصل مع أصحاب الكهف إن هم يناموا 309 سنة، برغم إن ده شيء يعني عجيب بالنسبة لنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عنده الأعجب والأعجب والأعجب من المعجزات ومن اللي حصل مع الرسل. كل المقابر دي أو كل القبور دي فاضية، والعظام بتاعت كل الفتية متجمعة هنا. حطيت لكم الفلاش علشان خاطر يظهر. دي العظام بتاعت الفتية الذين آمنوا بربهم. شايفين اللي جوه دي الجماجم والعظام، كل شيء مجمع هنا في القبر ده. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. في ناس بتظن انها الوسيط يعني اللي هي المنتصف او ما بينهم او قاعد في النص، لا، الوسيط اللي هي بالصاد والدال معناها عتبة الباب الخارجية من جهة الفناء. فالكلب كان خارج الكهف او خارج المغارة هنا نايم هنا، والفتية نايمين بالداخل. شوف بقى كمان من دلائل ان هو ده الكهف المقصود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، الفتحة اللي على يمين الكهف هنا اللي بيدخل منها ضوء الشمس، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الشمال هو هنا، هنا اتجاه القبلة، وده الباب اللي فيه جهة الشمال واللي بيدخل منه برضه ضوء الشمس جوه. فعندنا هنا فتحة يدخل منها الشمس اللي هي باب المغارة، والفتحة التانية هنا اللي هي دي. ربنا سبحانه وتعالى قال كهف صح في القرآن، ما قالش غار مثلا عندنا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهنا في غار. الغار هو التجويف اللي ليه باب واحد، اما الكهف هو التجويف اللي ليه بابين او مخرجين، ولو في اكتر من باب او اكتر من مخرج بقى تبقى مغاره. فسبحان الله العظيم، موضوع التقليب موضوع الشمس مهم جدا، والا الارض كانت هتاكل اجساد هؤلاء الفتيه لما يتقلب ذات اليمين وذات الشمال عشان الارض ما تاكلش اجسادهم. وفي نفس الوقت الضوء اللي بيدخل ترى الشمس طلع تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فعشان يدخل ضوء الشمس بنسبه معينه محدوده اللي هي ما تاذيهمش، ولكن ياخدوا فايده ضوء الشمس وأجسادهم تستفاد من الضوء. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إن شاء الله عددهم والله أعلم هم سبعة فتية والثامن هو الكلب. وهنا في الكهف هنلاقي أدي قبر وأدي قبر، وراه هنا في قبر، ولكن أنا من شوية كنت قاعد على القبر. هل ينفع إن احنا نقعد على قبر في ميت؟ طبعا ما ينفعش، ولكن القبر ده فاضي وهقول لكم ليه دلوقتي. ولكن نكمل كده ثلاث قبور ونيجي هنا للناحيه الثانيه، ونلاقي هنا قبر الرابع، قبر الخامس، ثم القبر السادس. السابع فين؟ اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، وبرده مفيش فيه حاجه، وهقول لكم ليه. فعدد هنا القبور هم سبع قبور. ودائره الاثار العامه زي ما قلت لكم القبور فاضيه، لان هم جمعوا سنه 63 جمعوا العظام كلها وحطوها في القبر ده، وفي هنا فتحه
بسيطه علشان نشوف العظام والجماجم وكل شيء. طيب الكلب فين هو؟ طبعا الكلب كان في الوسيط خارج الكهف، فالكلب دفن بالخارج. طبعا يا جماعه الكهف كان عباره عن تجويف، ما كانش زي ما احنا شايفينه كده في تجويف على اليمين وفي تجويف هنا على شمالنا وفي هنا الفجوه. طبعا هو الاصل الفجوه اللي الفتيه ناموا فيها، ولكن كل الكلام ده اتعمل واتظبط وتعدل. زي ما شايفين الكهف فيه نقوش وتعديلات كتير جدا، فالكهف ده كان مهم في كل عصر من العصور، كل ما حد يجي كان مهم بالنسبه له. اول تعديل في الكهف كان في عهد البيزنطيين، طبعا لان هم اتباع سيدنا عيسى، فكانوا نوعا ما مهتمين بالمكان ده، مش عايز اقول بيقدسوا ولكن كانوا مهتمين بالمكان ده، المكان ده مهم بالنسبه لهم، فعملوا اول تعديل. واخر تعديل موجود عندنا اللي هو الجبس الابيض او الاسمنت الابيض اللي في السقف، اللي شايفين البقايه بتاعته في كل السقف بتاع الكهف، وده اللي عمله صلاح الدين الايوبي من 900 سنه تقريبا. وهنا خلينا بس نطلع، هنا هنلاقي الختم بتاع صلاح الدين الايوبي، مكتوب لا اله الا الله محمدا رسول الله يوسف بن ايوب او يوسف ابن ايوب، وده اسم صلاح الدين، لقب طبعا صلاح الدين ولكن اسمه يوسف. وهنا هنلاقي نجمه، النجمه دي مش نجمه سداسيه ولكن هي نجمه ثمانيه مربعين زي ما انتم شايفين كده، من ناحيه فلسفيه نوعا ما ترمز الى عدد الفتيه اللي هو سبعه وثمنهم كلبهم، فهي نجمه ثمانيه. واللي عمل النجمه دي هم اللي دفنوهم، اللي عملوا قبور ودفنوا الفتيه هنا، فدي من عمر القبور ومن عمر دفن الفتيه. وهنا برضو في كتابه على الحجر ان تم تعديل الكهف، او تم التعديل على الكهف عام 277 هجريا، ومكتوب بالتفصيل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مما امر به الامير هبه الله بدر ابن حواء، جدد عمارته على مغاره الكهف سنه 277 هجريا. سبحان الله العظيم يا جماعه، والله سبحان الله العظيم، كل شيء بقدر، سبحان الله. حتى ضوء الشمس يزيد يضرك، عايز نسبه محدوده، الله سبحانه وتعالى دخلهم اللي هم محتاجينه بالظبط، سبحان الله. طيب مبدئيا معانا شيخنا الجميل محمود الحنيطي، طبعا من باب ان احنا نوفي الناس حقهم، الراجل ده ساعدني كتير في معلومات عن الكهف، عشان ما اخدش المعلومات اقولها لكم وتحسوا بقى ان انا فيلسوف وبروفيسور وعارف كل حاجه، لا، ندي الناس حقوقها واعرفكم على الراجل الجميل ده، لان برضو في معلومات ما حدش يتكلم عنها اطلاقا برضو هيشاركها معانا شيخنا الجميل. شكرا شكرا لك، انا يعني من متابعينك وللامانه وبصدق حضرت فيديوهات لاخونا طاهر كثير، ما شاء الله، هو رجل يعني يوصل المعلومه بطريقه محببه، تدخل الفيديو من اول لاخر وما بتعمل سكيب. الله يكرمك، اهلا وسهلا بك الساده المشاهدين في هذا المكان البسيط في مظهره لكنه عظيم في احداثه. صدقت والله، صدق، في روحانيات انا مش قادر اوصلها لكم، يعني وصلت لكم المعلومات، وصلت لكم الصوره، ولكن الشعور انا ماسك دموعي بالعافيه مش عارف ليه. زي ما اتكلمت مع الشيخ برضه قال لك سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لما تدخل المكان فيه عذاب او حصل فيه عذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نستعجل ونبكي، ولو ما قدرناش نبكي نتباكى، ليه؟ لان اللعنات تبقى موجوده في المكان والعذاب موجود في المكان ده، وكذلك اماكن الرحمات زي ما قلت لي، فالمكان ده مكان رحمه من الله سبحانه وتعالى، فهنا في احساس والله مش ببالغ ولكن احساس عظيم. شيخنا اوفينا ببعض المعلومات الاكسكلوسيف ما حدش عرفها. حياك الله. الله يحييك. زي ما سالتني هل هو هذا المكان الصحيح؟ لانه حضرتك سمعت انه في بلاد كثيره تدعي كما ندعي ان الكهف عنده، لكن الله عز وجل لما ذكر في القران ذكر كهفا واحدا وحدده بعلامات، اول علامه وجود المسجد اللي حضرتك ذكرتها، فهذا الكهف الوحيد الذي يعتليه مسجد. العلامه الاخرى اسم المنطقه الرقيم. البعض يقول هل الرقيم هو لوح سجل عليه أسماءهم أم هي اسم المنطقة؟ الرقيم اللوح ما وجد لا هنا ولا في أي بلد آخر، لكن كعب الأحبار وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقولوا الرقيم هي محلتهم، وهذه المنطقة اسمها الرقيم منذ القدم. الدليل الثالث دخول الشمس وغروبها، ينطبق تماما للوصف القرآني. الدليل الرابع وجود القبور سبعة، الله عز وجل يقول قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة عالم الأمة وهو من أحق القليل بمعرفة العدد، يقولهم سبعة وثامنهم كلبهم. أيضا من خلال الحوار اللي دار بينهم لما استيقظوا باللغة العربية نقدر نستنبط أن عددهم سبعة. قال قائل منهم، قال شخص واحد، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا. قالوا الواو في اللغة تطلق على الجمع، وأقل الجمع ثلاث وأكثر مطلق. نعم، فالثلاث يقين، أما الأربعة فما فوق فهي شك، فواحد عندنا في الأول وثلاث أربعة. رد عليهم جمع آخر قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فواحد وثلاث ثلاث سبعة والله أعلم. والله أعلم، صحيح صحيح. طيب في حاجة اتكلمنا فيها برضو
ألا وهي إحنا ذكرنا إن في ناس بتقول إن سبب الخوف لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم. في ناس تقول إن الخوف ده بسبب إن أشكالهم اتغيرت، شعرهم بقى طويل، بقى شبه اللي هو رجال الكهف أو ليهم هيئة غريبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حاجة زي كده، ففي سر في الموضوع. نعم. في المطلق الرعب نوعين، حسي ومعنوي. الحسي النبي عليه السلام يقول، عفوا، المعنوي النبي عليه السلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالعدو من مسافة شهر ما بيقدر يشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يصاب بالرعب الداخلي وهو أشد أنواع الرعب. رعب يعني معنوي، فقط مشاعر وأحاسيس، ما فيش حاجة شافها تخليه يترعب، ولكن هو من جوه. نعم. أصحاب الكهف ما تغيرت أجسادهم، لا طول شعرهم ولا أظافرهم، بخلاف ما يصور لنا البعض، لأنه لما استيقظوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني ما شافوش تغيير على هيئتهم، ما استغربوش من شكلهم. نعم. هو شكلهم الطبيعي. نعم. لو استيقظ كان سأل أنت مين؟ أنت مين؟ أنكروا بعضهم البعض. نعم. الله عز وجل يقول وضربنا على آذانهم، ولم يقل على سمعهم، لأن الأذن فيها عمليات أخرى غير السمع، فيها العصب الثامن القحفي المسؤول عن عمليات الفسيولوجية في الجسم. فلما الله عز وجل عطل هذا النمو أوقف عندهم عطل هذا العصب أوقف عندهم النمو وأبقاهم كما هم. سبحان الله. أجسادهم غضة طرية. مدلعكم مش حرمكم من حاجة، معلومات دينية، معلومات تاريخية، معلومات طبية وعلمية، عايزين إيه تاني؟ إيه تاني يا شيخ؟ المؤمن عزيز على الله عز وجل. نعم. هؤلاء الفتية نصروا دين الله عز وجل، فكان حقا عليه أن ينصرهم ويحميهم. مثلا الكهف هذا لا شيء بالنسبة للأردن، والأردن لا شيء بالنسبة للبسيطة، والكرة الأرضية والمجرات لا شيء بالنسبة للشمس. الشمس 309 سنوات ما إلها شغل شاغل إلا رعاية هذا المكان. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات يمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني هؤلاء الفتية زي ما ذكرت لكم هربوا بدينهم، حموا دين الله عز وجل، فالله عز وجل حماهم وهيأ لهم سبل الحياة في هذا. سبحان الله العظيم. سبحان الله. أيضا بالنسبة للنوم الله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يعني الكلب ما بيتقلبش. نعم. ولكن الفتية يقلبهم ذات اليمين والشمال. نعم. لأنه المريض حاليا طريح الفراش يقول لك الطبيب قلبوا كل فترة، قلبوا على جنب مختلف حتى ما يصاب بالبيت سورس اللي هي التقرحات الجلدية. نعم. الدورة الدموية من أسفل إلى الأعلى، فإذا ما تحرك الدم يبقى خاثر وتبقى عنده هذه الأمراض، بخلاف الكلب. الكلب لا يحتاج إلى التقليب لأنه الدورة الدموية فيه من الأعلى إلى الأسفل. صحيح. أيضا نومهم كان على اليمين وعلى الشمال، وهذا هو النوم الصحيح وهذه من السنة، لأنه اللي ينام على بطنه المعدة تضغط على الحجاب الحاجز فيصعب عنده التنفس، واللي ينام على ظهره يصاب بمرض اكتشف حديثا اللي هو بهر النوم، عظم اللهاء وعظم الشخير. فالنوم السليم هو نوم اصحاب الكهف يمين. سبحان الله. طبعا يا جماعه يعني احنا قلنا المعلومات الاساسيه في بدايه الفيديو اللي انا اتكلمت عنها، ودي معلومات برضو اضافيه، ولو كمان حابين ان احنا نتكلم اكتر هنتكلم اكتر بكتير، لان سبحان الله العظيم كل شيء في القران الكريم كل حرف له معنى وله دلاله، ولو تفكرت فيه وتاملت فيه هتلاقي بتطلع معلومة هنا ومعلومة هنا ومعلومة هنا، وده اللي احنا توصلنا له وعرفناه، ولكن لسه كمان في حاجات لسه معرفناهاش، يمكن في المستقبل هنعرف حاجات أكتر وأكتر. فكل آية سبحان الله فيها تفكر وتأمل عظيم. فالحمد لله ان احنا وصلنا للي احنا وصلنا له، وشكرا لي جزيلا، جزاك الله كل خير، وانا مبسوط اني قابلتك النهارده. وانا ايضا. الله يعزك ويبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يخليك. طيب شيخنا متواضع، هو بيقول لي انا مهندس مش شيخ. ماشي يا باشمهندس، انا لا ارقى لمكانه الشيوخ ولا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. انت قلت لي معلومه مهمه نضيفها. نحن نقوم على رعايه هذا المكان بالتواتر. عائله الحنيطي سكنت هذا المكان منذ 500 سنه وكانت تقوم على رعايه هذا الكهف، وفي 10/6/1963 الحكومة الأردنية أولت هذا المكان جل اهتمامها، ولغاية لهذه الساعة شكلت لجنة ملكية لرعاية هذا المكان وجميع المقامات الدينية في الأردن، كما تشاهد حضرتك في الخارج صرح ديني كامل متكامل لخدمة زوار هذا المكان. ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. وأصدقائي كده نكون حكينا كل شيء عن الكهف، نطلع نصلي الظهر واريكم برضو بعض الاماكن بره، واريكم المسجد الجديد اللي اتبنى. وطبعا اهم شيء قبل ما نغادر الكهف ننسوش قراءه سوره الكهف كل يوم جمعه علشان تقيكم شر الفتن. السلام عليكم. ده المسجد الحديث وده المسجد القديم زي ما قلت لكم، ودي المنطقه كلها بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen.
بيدعي لإخواننا وبيدعوا على التانيين. أصدقائي إن شاء الله تكونوا استفدتم واستمتعتم وعشتوا معايا كل حاجة والأجواء والقصة وكل شيء. وأتمنى لو وصلت دلوقتي لنهاية الفيديو تكرني كده بدعوة حلوة، اكتب لي تعليق جميل. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات لأنه فعلا يستاهل يوصل ويشوفه ملايين الناس، فدعمكم مهم مش هيوصل إلا بدعمكم. يلا توكل على الله، نشوف هروح فين بعد كده، نستكشف الأردن بإذن الله. سلام. عايز أقول لكم إن من ضمن أهم الأسباب إن أنا أزور الأردن هي زيارة هذا الكهف. لذلك أول ما وصلت الأردن، وصلت امبارح الساعة 1 بالليل، وأول فيديو أصوره في الأردن هو فيديو أصحاب الكهف. فإن شاء الله تكون بداية مبشرة وتكون بداية خير، وبإذن الله نكسر الدنيا.